أما سياسيا يدرس لبنان حاليا مقترحا أمريكيا مكون من 13 نقطة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤولين مطلعين على المحادثات قولهم إن المقترح الأمريكي هو نتاج آخر أو نتاج آخر لقاء بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، اللذين تفاهما على خارطة طريق وتطبيق القرار الأممي رقم 1701. مصادر وكالة الأنباء الفرنسية أوضحت أن المقترح الأمريكي ينص على وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله لمدة شهرين ونشر الجيش اللبناني على الحدود. وفي السياق أضافت المصادر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري طلب من السفيرة الأمريكية مهلة لمدة 3 أيام لدراسة مقترح واشنطن. وعلى الجانب الإسرائيلي أفادت مصادر وكالة الأنباء الفرنسية أن تل أبيب لم تعلن موقفها بعد من المقترح الأمريكي لوقف القتال في لبنان. وأشارت المصادر إلى أنه في حال موافقة إسرائيل وحزب الله على مقترح وقف إطلاق النار فإنه سيتم إعلانه على الفور في بيان أمريكي فرنسي مشترك. الاقتراح الذي تسلمه رئيس المجلس هو نفس الاقتراح، نفس الفورما، نفس الشكل الذي تم بحثه بين الرئيس بري وبين أموس هوكشتاين في آخر لقاء لهما في بيروت بالأمس. هذا المقترح كان محل تشريح ونقاش مفصل بين رئيس المجلس وبين السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. أي بمعنى هناك جملة من الإضافات دخلت على هذا الاقتراح يتوقف عندها الجانب اللبناني من الرئيس بري إلى رئيس الحكومة إلى حزب الله. هناك جملة من الإضافات، جملة من الشروحات أكثر من اللقاء الذي أكثر من ما تم بحثه بين هوكشتاين وبين بري. ما لسان حال الرئيس نبيه بري في هذا الخصوص أن هناك جملة من الأمور الإيجابية يمكن العمل عليها وأن يقبلها لبنان، لكن هناك نقاط سلبية نحن في لبنان لا نوافق عليها. وفي السياق قال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني إنه يجب دعم جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف ميقاتي أن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية في تطبيق القرار 1701 بحذافيره وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى اللبنانيين، داعيا إلى تفادي اتخاذ مواقف لصالح فريق لبناني على حساب الآخر. وأوضح ميقاتي للاريجاني أن الأولوية في الوقت الراهن هي وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. من جانبه أكد لاريجاني لميقاتي دعم إيران لأي قرار تتخذه الحكومة ولا سيما تطبيق القرار 1701، إلى جانب دعم طهران من انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون. أي قرار ستتخذه الحكومة اللبنانية سندعمه، كما سندعم المقاومة في لبنان، وحزب الله يعلم كيف يتصرف وحده. إيران ستدعم الرئيس الذي يختاره اللبنانيون، ونأمل في تخطي لبنان الظروف الصعبة التي يعيشها. بحثت في بيروت حلحلة المشاكل والأوضاع الصعبة في لبنان. إيران ستدعم لبنان حكومة وشعبا، ونأمل أن تتحسن الظروف. إيران تسعى لحل المشاكل ونيتنياهو هو من يخرب الأمور. أعلنت السفارة الإيرانية لدى لبنان أن كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود وقف إطلاق النار في لبنان. وفي سياق ذلك قال إن لاريجاني بحث حلحلة المشاكل والأوضاع الصعبة في لبنان، معربا عن أمله في تخطي لبنان الظروف الصعبة التي يعيشها وحلحلتها قريبا. وأضاف لاريجاني أن إيران تدعم لبنان حكومة وشعبا تأمل أن تتحسن ظروفهم، مؤكدا دعم طهران للرئيس الذي يختاره اللبنانيون. هذا وعلمت الحدث أن لاريجاني سيلتقي اليوم مسؤولي حزب الله لتقديم رأيه في المقترح.
وفي إطار جهود وقف إطلاق النار في لبنان، قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث إن تل أبيب تتوقع ردا من حزب الله على مقترح التسوية خلال أيام قليلة. وقال المسؤول الإسرائيلي أيضا إن إيران ستعطي الضوء الأخضر لتسوية من دون السماح بتصفية حزب الله. ومن بيروت معنا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، ومن واشنطن معنا مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. سأبدأ معك سيد إبراهيم، كان هناك ابتسامة عريضة على وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عندما التقى لاريجاني، وهذا الأمر لم يكن كذلك عندما التقى المبعوث الإيراني السابق. هل هذا يعني بأن هناك مؤشرات إيجابية؟ نعم، أولا مساء الخير رولا لك وللمشاهدين وللضيفة من واشنطن. بالفعل هناك أجواء متبدلة اليوم أقله من الناحية الإيرانية هنا في بيروت. بات واضحا أن الرئيس ميقاتي والرئيس بري كانا أكثر أريحية في اللقاء مع مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني. كذلك كان الرئيس ميقاتي واضحا مع لاريجاني حين تحدث الضيف الإيراني عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وقال الرئيس ميقاتي له إن لبنان لا يريد أن يدخل في مشكلات في حال هبطت هذه المساعدات في مطار بيروت أو المرفأ، وبالتالي إنما تستطيع أن تقدمه إيران هو الدعم السياسي لتطبيق القرار 1701. وكان لاريجاني متفهما لموقف ميقاتي، وأيضا كان يثني على دور الحكومة في تطبيق 1701، وهذا موقف متقدم إذا ما ربط بالاتصال الذي جمع الرئيس نبيه بري مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف في يوم الاثنين الماضي، حين قال له قاليباف إن إيران تدعم وتؤازر لبنان في تطبيق 1701. اليوم الأجواء متبدلة، نعم هناك تفاؤل لكنه تفاؤل حذر بحسب الأجواء التي نستطيع أن نستطلعها. فإن الرئيس نبيه بري يبدي هذا التفاؤل، ولكن مرد هذا التفاؤل إلى أجواء وصلت إلى لبنان من الأمريكيين أو من الخارج، إلى أن تفيد أن إسرائيل طلبت من الأمريكيين العمل بشكل جدي على وقف إطلاق النار في لبنان. لكن هناك لا تزال هناك نقاط عالقة سيتم العمل عليها، ومنها مسألة لجنة المراقبة التي سيطلب لبنان إيضاحات واستيضاح حول ماهية هذه اللجنة وما هي مهمتها وصلاحيتها ما دام هناك قوات طوارئ دولية المعروفة باسم اليونيفيل، وبالتالي إلى أي مدى ستكون صلاحية هذه اللجنة، وهذا يحتاج إلى إيضاحات وتفسيرات كما يقول لبنان الرسمي. كما أن التفاؤل أيضا الذي عبر عنه الرئيس نبيه بري في حديث صحفي مساء اليوم أن الورقة لم تتضمن أي بند يتعلق بحرية الحركة لإسرائيل في الأجواء اللبنانية. نعم، أنتقل لك سيدة هبة، هل بالفعل هناك مطالب أمريكية أو أجواء أمريكية توحي بالذهاب إلى تسوية؟ هناك بالطبع حرص من إدارة الرئيس بايدن التي ستخرج من البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة وتتخوف من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن يطلق يد إسرائيل فيما تريد أن تفعله سواء في الضفة الغربية أو فيما يتعلق بالحرب المستمرة في جنوب لبنان. لذلك تسارع الخطى في التوصل إلى تفاهمات، خلال الأيام الماضية كان هناك تبادل لعرض الأفكار، كان هناك تبلور للصورة الكلية، وهذا ما حدث اليوم حينما قدمت ليزا جونسون السفيرة الأمريكية مقترحا من 13 بند يعطي للبنان مثلما يعطي لإسرائيل حق الرد والدفاع عن النفس، وهي كانت النقطة التي يرفضها القادة اللبنانيون بشكل كبير، أن يعطى فقط لإسرائيل حق الرد والدفاع إذا ما تم انتهاك هذا الاتفاق، وبالتالي الحق الآن مزدوج للطرفين. لكن ما زال هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها كما قال ضيفك. بالفعل ما يتعلق بتشكيل اللجنة التي ستشرف على
آلية تنفيذ القرار 1701، ما يتعلق أيضا بعدد القوات، ما يتعلق بتمكين الجيش اللبناني من السيطرة على المنطقة الجنوبية، ما يتعلق بتسليح حزب الله، لأن القرار أو يعني التوجه الأمريكي حاليا أن يتم نزع سلاح حزب الله، وهي نقطة محورية ينتظر أن يرد حزب الله على هذه المقترحات يوم الاثنين القادم، وبالتالي تتبلور الصورة ما إذا كنا سنمضي إلى 60 يوم من وقف إطلاق النار أم ستكون هناك عراقيل وبالتالي استمرار هذه الضربات والاشتباكات ما بين ضربات إسرائيلية تطال العمق اللبناني وتطال سوريا وبين محاولات رد من قبل حزب الله. السؤال الأهم يا إبراهيم، نزع سلاح حزب الله، هذه هي تبقى المعضلة. كيف يتم مناقشة هذا الموضوع مع لاريجاني؟ وأيضا هل كلام لاريجاني عن دعم لبنان بما يريده يتوافق أيضا مع تراجع دعم عسكري إيراني لحزب الله؟ بحسب المعلومات رولا، فإن مسألة نزع سلاح حزب الله الواردة في الاتفاق تتحدث عن منطقة جنوب نهر الليطاني فقط، حصلتها في تلك المنطقة. الاتفاق يتحدث عن المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق، الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وصولا إلى نهر الليطاني. هذا ما يتحدث عنه الاتفاق، خصوصا لجهة نزع السلاح وتفكيك منشآت تصنيع الأسلحة. لم يمانع لبنان الرسمي هذه المطالب لأنها من صلب القرار 1701. وبالتالي أيضا حين يتحدث لاريجاني أن إن وافق لبنان الرسمي على 1701 فإن إيران توافق، فهذه موافقة ضمنية إيرانية إن مضى لبنان بهذا القرار. كذلك يعني ما ذكرناه عن المحادثة الهاتفية التي جمعت الرئيس أبي بري ومحمد باقر كاليباف يوم الاثنين الماضي. وبالتالي هناك اليوم جو مختلف من الإيرانيين، حتى إفاد لاريجاني نفسه هو بحد ذاته مؤشر مهم، لأن لاريجاني معروف أنه رجل تسويات ويقدم صورة أهدأ من غيره من المبعوثين. كذلك التصريحات الرئيس مسعود بازشكيان يوم أمس وقبله الوزير الخارجية عباس عراقشي حول أن إيران تريد الحوار والاتفاق ولا تريد الحرب، هذا وكله يفتح أفق جديدة في التعاطي في الملف اللبناني. وكذلك الخطوات السياسية التي يعني قد يقدم عليها حزب الله في مرحلة لاحقة، هذه حتما تحتاج إلى تنسيق بينه وبين إيران، ولهذا سيعقد اجتماع مساء اليوم بين لاريجاني ومسؤولين من قيادة حزب الله لبحث الآليات التي يمكن أن يسير بها حزب الله بالغطاء الإيراني. لكن لنعود إلى يعني بيت القصيد كما يقال في اللغة العربية، بيت القصيد هو أن هناك بعض النقاط التي لا تزال عالقة، ومعالجة هذه النقاط تحتاج إلى جولة إضافية من المفاوضات. ما يعرض اليوم هو مسودة وليس اتفاق نهائي، وهذا يعني يسمح بالتعديل والزيادة والنقصان والإضافة وغيره. وبالتالي فإن إن لم تكن المسودة المطروحة اليوم هي الحل النهائي، فهذا يعني أننا أمام جولة جديدة من التفاوض بالنار، وبعدها يليها جولة أخرى من التفاوض السياسي، لأن انهيار يعني وصول المحادثات إلى عراقيل لا يعني انهيارها بالمطلق، خصوصا أن هناك قرار في الولايات المتحدة حتى الساعة بات واضحا بالمضي نحو اتفاق. وما سرب أن دونالد ترامب أبلغ هوكستين المبعوث الأمريكي أنه يدعم جهوده، فهذا يعني أننا أمام جولات، قد نكون أمام جولات متعددة من المفاوضات والقتال وصولا إلى الصيغة النهائية التي يعني لا أحد يستطيع توقعها في هذه اللحظة، طالما أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى بحث. نعم، سأعود لك سيدة هبة، هل اللقاء الذي جمع إيلون ماسك مع مندوب إيران في الأمم المتحدة، هل شكل دعما لهذه المبادرة؟ هناك يعني هذا الاجتماع رغم أنه لم يخرج عنه الكثير من التفاصيل، إنما وصف بأن نتائجه جيدة وكان اجتماعا جيدا، لكنه كان يحاول
جسد النبض، اختبار المياه قبل يعني تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، خاصة أنه يعني حتى وفقا لما صرح به بعض المقربين من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قال لي أحد المسؤولين أن ترامب لا يحب الجغرافيا السياسية وإنما يحب الجغرافيا الاقتصادية، وبالتالي هو يريد أن يدفع إيران إلى يعني أن يدفع ضغوط إسرائيلية على إيران وعلى وكلائها في المنطقة حتى يجبر إيران من خلال ممارسة سياسة الضغوط القصوى للمجيء إلى الطاولة وعقد اتفاق يكون أطول عمرا وأكثر تشددا، وهذا ما تخشى إيران وما تخشى أيضا على الباقية من حزب الله في لبنان. لذلك أعطى لاريجاني الضوء الأخضر لنبيه بري وميقاتي مع حفظ الألقاب كي يتم التفاوض على تسوية تؤدي إلى هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار بانفصال كامل ويعني بشكل منفصل عما يحدث في قطاع غزة. يعني لم يعد هناك أي حديث عن وحدة الساحات، وإنما التركيز الآن بالنسبة لإدارة بايدن الحالية والترتيبات لإدارة ترامب المستقبلية هو التوصل إلى تسوية تفضي إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ثم نبدأ المفاوضات حول من سيكون الرئيس المقبل، الانتخابات، إعادة الإعمار، مساعدات اقتصادية للبنان وغيرها من الأمور. نعم إبراهيم، هناك نقطة جوهرية تحدثت بها أنت بأن هذا الاتفاق يشمل فقط جنوب نهر الليطاني، بما معناه أن سلاح حزب الله سيبقى معه شمال الليطاني وداخل لبنان، ولكن كيف ستضمن إسرائيل عدم وصول أسلحة دقيقة أكثر لحزب الله والتي أيضا قد تطالها من فوق شمال الليطاني؟ أولا حين نتحدث عن الصواريخ خارج جنوب نهر الليطاني فبدنا نتحدث عن الصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى. هذه تستطيع إسرائيل أن تعالجها بالدفاعات الجوية بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية يعني يقول الإسرائيليون أنهم دمروا قسما كبيرا من هذه الأسلحة. بالدرجة الثالثة هناك العمل اليوم، يعني قبل ساعة وساعتين من الآن كان هناك غارات مكثفة على منطقة الحدود اللبنانية السورية من قبل الإسرائيليين، أي أن الإسرائيليين يعالجون هذه المسألة بالضربات الجوية في سوريا باستهداف الوحدة 4400 وأركانها المتواجدين في سوريا وفي لبنان، ومنهم محمد جعفر قصير الذي اغتيل قبل مدة، وهي الوحدة المسؤولة عن تمرير السلاح والأموال واللوجستيات في حزب الله كما هو معلوم. أيضا هناك الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير إلى موسكو، وقبلها كان هناك زيارة لوفد روسي إلى تل أبيب بحث مع المسؤولين الإسرائيليين الوضع في سوريا. ما يطلبه الإسرائيليون من الروس في سوريا أن يضمنوا عدم مرور السلاح. وعلينا هنا أن نتوقف عند نقطة بالغة الأهمية، أنه اليوم بات ترامب في البيت الأبيض، ترامب يعني ليس هناك قطيعة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بات واضحا أنه يفضل وجود ترامب في البيت الأبيض. كذلك أن روسيا تولي أهمية قصوى للحفاظ على الدولة السورية، يعني من دون أن يكون هناك أي أزمة سياسية جديدة في سوريا أو أزمة عسكرية حتى في سوريا. كذلك أن روسيا لها النفوذ الأساسي في سوريا وتستطيع أن تلعب هذا الدور، أن تكون هي الضامن للاتفاق لجهة عدم تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان. أما من ناحية البحر فهناك وجود القوات اليونيفيل ومنها البحرية الألمانية، وهذا يأخذنا إلى اعتراض حزب الله على وجود ألمانيا في اللجنة المقترحة، ذلك لأنه يعتبر أن ألمانيا تعمل أمنيا وعسكريا ضده في هذه الحرب، كما أنها اعترضت إحدى المسيرات أو عدد من المسيرات فوق البحر. ويعتبر أيضا حزب الله أن ألمانيا قدمت لإسرائيل التكنولوجيا التي استعملتها لتعقب قادته واغتيالهم، ولهذا يرفض حزب الله وجود ألمانيا كضامن. فبالعودة إلى الموضوع
تهريب السلاح. هذا بات واضحا مطار بيروت شددت فيه الرقابة بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقيادة الجيش منذ مدة، وذلك لتجنب استهداف المطار. وبالفعل رأينا يعني ما يحصل من تفتيشات مركزة في المطار وكذلك في المرفأ على أن تنتقل هذه المرحلة في وقت لاحق إلى الحدود مع سوريا بعد وقف إطلاق النار وإعادة فتح الحدود المستهدفة. نعم سيدة هبة، منذ عدة أيام كنت أقرأ تصريح لمسؤول روسي كان يقول بأن مسألة عدم تهريب السلاح هي مسؤولية الحكومة السورية واللبنانية، هم من عليهم ضبط هذه المسؤولية، ولكن بالطبع روسيا سيكون لها دور بهذا الموضوع. ولكن بداية، هل يمكن الوثوق بروسيا وما هو المقابل لها لتوافق على أن تساهم بمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله؟ أولاً، هناك فجوة خلال الثلاث سنوات الماضية ما بين إدارة بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين نتيجة لهذه الحرب الروسية الأوكرانية، لكن العلاقات ستتحسن كثيراً مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي بالفعل يرتب لشيء ما ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، وقد يكون هذه التفاهمات مع روسيا تقضي إلى يعني إجبار أوكرانيا على التنازل على 20% من أراضيها في الجانب الشرقي الذي تسيطر عليه روسيا بالفعل، مقابل ضغوط روسية تمارسها على النظام السوري لمنع يعني تهريب السلاح إلى حزب الله، وضغوط روسية أيضا تمارسها على إيران حتى لا يمكنها تمويل وكلائها في المنطقة، وبالتالي هذا يفيد روسيا في زيادة نفوذها في الشرق الأوسط، ويفيد أيضا فيما يتعلق بحصولها على ما تريد من أراضي في شرق أوكرانيا. لذا ستكون المراحل القادمة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكون أكثر تفاهماً وأكثر قدرة على تحقيق صفقات تؤدي إلى الضغط على إيران، الضغط على حزب الله، إتاحة الفرص لإسرائيل بشكل كبير، وأيضاً إتاحة الفرص لروسيا لممارسة نفوذ أكبر في منطقة الشرق الأوسط مقابل هذه التفاهمات التي تؤدي إلى مرحلة هدوء. لا تنسي أيضا أن رغم أن إدارة الرئيس ترامب ستدعم بشكل كبير إسرائيل وتشكيلة الإدارة التي أعلن عنها الرئيس ترامب إضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي الذي خرج بتصريحات تثير الجدل كثيرا، يعني كل هذا الأمور يعني تتطلب من الإدارة الجديدة ألا تفقد الدعم أو ألا تفقد العلاقات الأمريكية العربية، لأن الدعم المطلق لإسرائيل قد يؤدي إلى إثارة غضب شديد، وبالتالي للقضاء على أو للوصول للهدف الذي أعلنه الرئيس ترامب لابد من موازنات سياسية، وأيضا وفقا لعقلية الرئيس ترامب موازنات اقتصادية وصفقات قد تجعل الأمور أهدأ قليلا مما هي عليه الآن. آخر سؤال إبراهيم على السريع، كيف يمكن الوثوق بروسيا؟ هناك تجارب سابقة منها بال2017 في جنوب سوريا عندما تم الاتفاق على مع الأردن على الوضع في جنوب سوريا، ولكن جعلته روسيا أرضا أكثر لتمدد الميليشيات التابعة لإيران وحزب الله وأيضا تهريب السلاح والكابتاغون. ما الذي قد يختلف هذه المرة تقوم روسيا بتنفيذ الاتفاق كاملا؟ نعم، أولا روسيا وضعها اليوم يختلف عن 2017، كان من ناحية العقوبات الأمريكية أو استمرار الحرب في أوكرانيا، وبالطبع كما تفضلت وقالة الضيفة من واشنطن ستطلب روسيا مقابل في على الجبهة الأوكرانية لكي تضبط الأمور في جهة الجبهة السورية أو الجغرافيا السورية. لديها العديد من الأدوات روسيا في هذا الإطار، يعني حتى الوضع الميداني في سوريا بات مختلفا اليوم ويسمح لروسيا أن تعمل بشكل أريح. الوضع السياسي أيضا يسمح لها بأدوات
الاتفاقات تضغط بها على إيران، منها الاتفاق الاستراتيجي الذي سيوقع أو وقع بين إيران وروسيا، أيضا أن روسيا سلمت إيران منظومات للدفاع الجوي والحرب الإلكترونية. هذا كله يوجد آفاقا جديدة للنفوذ أو ورقة نفوذ وضغط روسية جديدة على إيران، وبالتالي يعني حكم العلاقة بينهما التي يعني ليست العلاقة الروسية الإيرانية معقدة، لكن روسيا تستطيع أن تلعب دورا. إيران بحاجة إلى روسيا مثلا في مجلس الأمن، في الأمم المتحدة، في منظمة شنغهاي، وأيضا لعنة الجغرافيا كما تسمى، نعم، ولعنة السياسة والاقتصاد والتجاور كله يلعب دورا عند الروسي كي يلعب دورا أساسيا عند إيران. شكرا جزيلا لكم. كنت معي من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، ومن واشنطن مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي.